السلام عليكم الخوت، صباح عليكم بخير، هانين، اموركم مزيانه. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. هو 17 شهر 12 2023. الغالا اللي كنت كندوي عليها في الانستغرام، المهم الناس انستغرام راه عارفين شنو واقع، الناس اليوتيوب كنقول لكم دخلوا عندي الانستغرام، الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. نسيت ما قلت لكمش المقوله اللي مولف كنقول لكم ديما، صباح الخير، صباحنا زوينين، كنتمنى صباحكم دوز مبروك. الناس اللي كيعرفوني بغيت نقول لكم تحياتي، الناس اللي ما كيعرفونيش بغيت نقول لكم حتى نتوما تحياتي، مع انكم ديروا لي اعجاب واشتراك القناه ديالي تشوفوا لي فلوغ ولي فيديوهات اللي فاتوا. اول حاجه غادي نستغل الفرصه انني نوريكم المحل ديالي بالضبط فين جا. المهم الخوت، بالنسبه للمحل ديالي ايهاب شوب كاين في حي جوهره، حدا مدرسة الأجيال الجديدة، ها مدرسة الأجيال الجديدة، وها المحل ديالي إيهاب شوب، ها هو فين جا. ممكن نحاول كاع نوريكم كاع لي برودويات اللي كاينين. المهم الخوت، التحضيرات بدات، ممكن نحاول نصور لكم لي ديطاي قبل ما تعمر القاعة. القاعات المفضلين عندي في مدينه سيدي قاسم هي قاعه ديال الاقبال، ديجا حدا الدار، قريبه من الدار، وديجا سيرفيس ديال ماليها ما شاء الله عليهم، تبارك الله عليهم. تريتور ايوب صوفيا، المهم كلشي كان ناضي، كان ناضي عتوب كثره النشاط اللي نشطنا مع بعضياتنا، الصوت مشي ليا. المهم جاسب ان هذا الفلوق يعجبكم، وجاسب انكم تستمتعوا. والله انا بيديك بيديك صراحه شويه معطلين وداك الشيء، المهم صراحه هي اللي عطلاتني وداك الشيء. المهم دابا راه تتبدل عليها باش ان شاء الله باذن الله نبداو التصوير ديال الكواليس ديال هاد الكار اللي دار ان شاء الله باذن الله نهار 17 شهر 12. المهم كيف ما كتسمعوا راه البصق فينا تحت وداك الشيء، المهم حنا اللي منظمين هاد الشيء، راه حنا الفوق، بمعنى سميتو الكار كانت 100% نسائيه. المهم حنا اللي منظمين جالسين الفوق، شوفوا معنا في هذا الفيديو داكشي اللي ما شافش الكارا، تشوفوه معنا ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو. لا لا لا، انت يا حاله خاصه. المهم الخوت، انا هاجر تعطلنا، ولكن اليوم غتسمعوا واحد الصوت راه ما يمكنش شي حاجه فيها هاجر وما نكونش فيها انا. راه شنو كنت كنقول لك جات باكون كان شي ايفينمون في سيدي قاسم باش نحضر لي، لا قلت ديك النهار هي ديال القنيطرة. انت واقيلا عندك شي خدمه ولا كنت طالع المكناس عندي شي غرض وخدمه وداك الشيء. وبيان سيغ بالنسبه لهاجر باش تعرفوا واحد الحاجه، راه ما كتعامل مع حتى شي مول ماكياج هنا في سيدي قاسم من غيري انا. عرفتي كتعامل مع قنيطرة وهنايا، وديجا كتكوموندي عندي الكوموند، ديجا دي فوا كنصيفطها لها في امانة أولا شي حاجة بحال هكا. المهم دابا التحضيرات، نحاول نخليو الأنسة هاجر تقاد الأمور ديالها باش نشوفو هداك حمزة مزقلدي فين هو. مزقلدي تعال هنا من الرعاية. مرحبا بك يا هيا. انا صاحب مولشي. لا هو مولشي. الله يحفظك الله يكبر بيك. زايد دابا تحت كنشوف الناس، عرفت واحد الاجواء خطيره ديال بصح، كنحاول نبارطاجي معكم شي حوايج خفيفين بحال هكا. تحيه لكاع الناس اللي كانوا حاضرين معنا، وتحيه للناس اللي تا هما كانوا معنا في هذا التنظيم ديال هذا الايفينمون. دابا نمشيو نشوف الراجل في المصلات الدرجه ديالها، لحقا زوجها جات معطله، ولكن هاجر راه الصوت راه عيد ديال بصح، راه انا مشات باش تهبط هاجر بالبلوعه ديال بصح. المهم فلوغ فيه اخت كتصور. المهم هاجر طلعتي ناضيه ديال بصح ما شاء الله. هاد السيده كنعرفها من 2016 ما عمرنا درنا تصويره بجوج، كنديروا لي ستوري، كنديروا فلوغات. صورنا قلت لك صورنا اليوم ما عمقاش نتلاقاو، صافي علينا. لا الله يحفظك، علينا صحاب اختي، سمحوا لي اللي بغات تجوج راني طالبه فيه 4 مليون دسكار وجوج ديور وحده ليا وحده ليه. حدا الكورنيش. وشي راجل اللي هنا كنت كنزمر عارف وما هادشي اللي غادي يدوز. انا راه ما عنديش مونتاج، انا راه عندي نيشان. شوف راه كاميرا عاديه ما كاين لا فيلتر لا والو. شوف تبارك الله، شوف تبارك الله، شوف واش الله يخليك. خباركم شنو؟ راه حنا اخر وحدين وصلنا، وحنا الاولين وجدنا داكشي.
ربي يا ربي والسي اي وتا هو ما تعطلت بخاطري ما تخطرت عطلتش بقى وطلع لي عاد انت حمزه ديديكاس تاع اخت غني لنا شي حاجه شحال طربيه طربي لنا هاد لي فان ديالي طربي ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ده انا يا مصبرتي زمان زمان بركة ما شاء الله أجي نغني وانا وياك إيهاب يلا أغني وانا وياك زيد بركة من البعض هاي تسترس الدروج اليوم الدروج بقينا طالعين عطينا بيت بعد عطينا بيت خصنا ندخلو نقصو فيه ونريحو هاد الليلة نصين هاد الليلة نصين هاد الليلة نصين دابا تبدا معنا هاجر كتغني وانا كنحاول عاتي للاسف ما نقدرش نصور معكم تما حيت كاينين غير العيالات والانترنت انا كنصور وداك الشيء ولكن كنحاول انا نصور معكم لي ديتاي ديال لي ديتاي عارف ان هاجر غادي تسرع الطرح كيف ما كنقول تحيه لهاجر عاوتاني شنو واش طرا لك معايا شوف راه صدقه ديال شحال من عام شحال ماشي شي 15 ولا 13 عام وانا كنعرف الله تنعاود لهم واحد السيم باش تخليت مع عنده واحد اللعيبه قلت له غادي تجي تخلص ما جيتيش والله لا تخلص ويا ربي ما يجيش صدق جا علاش جيتي علاش والله الا شوفوا اجواء ناضيه ديال القصه وكيف ما قال لكم حمزه 100% نزاهيه ما تنغرم لك شوف هات 20 درهم يسمح لينا على التصويتات هما اللي حقنا انا غرمت لك قدامهم غير يكون عرسي راه كضوبل على 80 حسب لا لا انا كنغرم ضد الاورا عاتيني كيف كامله زاهيين ولكن محاضرينش تحسبوا صور الصوت ديالك لقاش انت غادي انني نصوره هاجر كيفاش داز داك الشيء راه صورت لكم نتوما غير ميم با واحد 5 ديال الدقائق كاع الاغاني اللي غنيت لكم انستغرام ديال هاجر هو اللي يبان لكم هنايا وكذلك هو اللي يبان لكم هنايا اللي عنده مثلا شي مناسبه عائليه شي حاجه بريفي الى اخره راه غادير معكم سهره يا سلام
المهم الخوت شوفوا انا راكم عارفينني في الفيديوهات كنقول لكم داكشي اللي ناري كان غادي دليله راه معانا اليوم في قاعة الاقبال في مدينه سيدي قاسم. فرحات بزاف انها حضرت معنا في هذا الايفالمو. الناس زوينين بحالك والله العظيم. الله يحفظك الله يكبر فيك. شكرا لك كبيره. الله يحفظك الله يكبر فيك. الله يحفظك كبرتو فيا. الله يحفظك الله يحفظك ما شاء الله على صوت عندها راه. الله يحفظكم الله يحفظكم. راه خطيره بزاف خطيره. وديجا نخلي لكم تر انستغرام ديالها في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم الكونتاكت ديالها كامل فريمون. انستغرام ديالها شاخده في شوفي اللي بغى اليوم حتى اليوم نايضه ان شاء الله باذن الله. نتلاقاو ان شاء الله في مناسبات اخرى ان شاء الله باذن الله. شي عراسيه حتى اليوم حتى اليوم حتى اليوم راه شي حاجه للطوب دو طوب معنا بنادم عرفتو راه بنادم فرحان انه غادي يتلاقى لا بهاشر ولا بالعونيات ولا بدليله ولا بعبيده ضرمه. فريمون داز كلشي الحمد لله بخير. وخبر انا والله الا عيان وجيت لحقاش كاينين نتوما. الله يحفظك اخويا عيان. شكرا لك بزاف. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. ولكن كاينين لي بون ريزلتات تبارك الله ان شاء الله باذن الله. عرفتوا بزاف الناس راسي الباح لي تيكي الناس كيصونيو ليا كيقولوا لي بغينا لي تيكي كنقول لهم صافي عمر كلشي عمر. مي ان شاء الله باذن الله نعاودوها هنا في سيدي قاسم ونجيو عند دليله مراكش نعاودوها في مراكش. مرحبا بكم والله العلي العظيم. نديرو سيرفيمون ان شاء الله في مدينه مراكش. تشرفونا وتبارك الله عليك صوت وصوره وكلشي ما شاء الله عليك تبارك الله. الله يحفظك الله يكبر فيك. Oh,